مجلس المستشارين، أود بداية أن أشكر الأخوات والإخوان على الحضور. هذا الحضور للميزة هذه الجهات دائما أعلى مستوى اللقاءات الجماعية، وكذلك مراقبة السياسات العمومية في داخل مجلس المستشارين. وفي البداية باسم الأخ رئيس الفريق سي مستقيم، الأخوات أعضاء الفريق، أرحب كذلك بالسي حلمي رئيس جامعة ليل. أرحب كذلك الأخ حلمي، الأخوة المستشارات أعضاء الفريق. وقبل أن أعطي الكلمة للأخت المستشارة هنا ببسط حصيلة سنوية للعام الفريق. مختلف التدابير والإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية، سيما في علاقتها مع ما تضمنه من جهتنا البرنامج الحكومي، قدم بها كتاب الحصيلة إن المكانة التي بوأها ناخبون وناخبات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أمانة على أعناقنا جميعا. وهكذا عبر الفريق في هذه اللحظة الدستورية والسياسية البالغة الأهمية عن اعتزازه بكسب بلادنا لتحدي تنظيم المسلسل الانتخابي رغم إكراهات الحالة الوبائية. وقد تميز مسار مناقشة هذا المشروع بحضور جميع أعضاء الفريق وتدخلاتهم في جميع اجتماعات اللجان الدائمة. الطيف الشطري أستاذ كلية الحقوق أجزاء الرباط، في حين تناولت الثانية موضوع الإطار النظري المرجعي المؤقت لقانون المالية، أطرح الأستاذ جواد محي أستاذ المالية العمومية بذات الكلية. كاتب والقيادة، استطعنا والحمد لله رغم وباء كورونا أن نصل إلى ما وصلنا إليه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.